انضم إلينا المزيد من التفاصيل من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر. إذن سهيل، مع بقاء 5 أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر القادم، استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تراجع شعبية بايدن، يعني لو تطلعنا على تفاصيل أكثر عن هذا الاستطلاع. نعم، هذا الانخفاض في نسبة التأييد لأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن هو بانخفاض نقطة واحدة عن الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كان 41%، هذا الأسبوع بلغ 40%، ولكن ليس هذا هو الخبر الأسوأ بالنسبة لبايدن خلال فترته الرئاسية. لا. فخلال شهري مايو ويونيو الماضيين كانت نسبة التأييد له قد بلغت 36%، وذلك في خضم الارتفاع الكبير في التضخم وارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك قلق عميق في صفوف المعسكر الديمقراطي على إمكانية حصولهم على التأييد الكافي لدخول الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، في 8 نوفمبر المقبل، واستمرار سيطرتهما على كل مجلسي الشيوخ والنواب. وهذه تعتبر مشكلة كبيرة، لأنه في حال عودة سيطرة أحد هذين المجلسين للجمهوريين فإن ذلك سيؤدي إلى عرقلة الكثير من الخطط والمشاريع التي يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذها في المستقبل، وقد يعرقل أيضا جهود الرئيس الأمريكي في مشاريع أو قرارات سياسية كان يرغب باتخاذها، من بينها أيضا ملف إيران النووي أيضا والمفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي. فبالتالي الكثير تعلق الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي الكثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وكون أن هناك انخفاض في نسبة تأييد عمل الرئيس أو أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤدي إلى قلق كبير في صفوف كل من الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي، وهم الآن يحاولون بشكل حثيث العمل على إجراء إعلانات متلفزة وإعلانات عبر الإنترنت في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حث الجمهور الأمريكي للتصويت لصالحهم. فيما يتعلق بالجمهور الأمريكي سهيل، مدى تفاعل الأمريكيين مع مثل هذه الاستطلاعات في الرأي، ومدى مصداقية هذه الاستطلاعات؟ نعم، يعني عادة ما تكون الاستطلاعات يعني دقيقة، ولكن لا يمكن أن نقول أنها دقيقة 100%. فعشية انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب كانت استطلاعات الرأي تؤكد أن هيلاري كلينتون سوف تفوز في هذه الانتخابات، وحصلت المفاجأة وفاز فيها دونالد ترامب. فبالتالي لا يمكن التعويل على نتائج الانتخابات على نتائج الاستطلاعات 100%، ولكن هي تعتبر مؤشرات على المزاج العام في الولايات المتحدة وعلى مزاج الجمهور الأمريكي. ويعني تجدر الإشارة إلى نسبة المسح كانت ل 1044 فردا، يعني هذه عينة من المجتمع الأمريكي من بينهم جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين. فبالتالي يعني هذه تعتبر عينة من المجتمع الأمريكي ولا تمثل استطلاع الشعب الأمريكي بالمجمل. شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن سهيل الشاعر.